بكل الخير نعود إليكم مرة أخرى، وبفرح جدا وربنا بيرد لي ضحكتي في وشي لما بنقدر بمساعدته كده تتفك قدامنا شفرة ونعرف نفك الحكاية. علشان كده بتمنى على حضراتكم وعلى نفسي ما نبقاش مستعجلين في إطلاق الأحكام أو ما نحسش بإن مطلوب مننا إعلان موقف الآن، ده مش حقيقي خالص خالص. لأن لو تفتكروا أنا قلت على مؤتمر إعمار غزة إن دي مناورة، ومناورة في طرفين فيها مش في إيدينا، الطرف الأمريكي بتحالفه الغربي مع الاتحاد الأوروبي، والطرف الثاني اللي اسمه حماس اللي هو خلى أمد الحرب يبقى حاجة وخمسين يوم. وبالتالي لازم نبقى عارفين إن ده جزء من المناورات اللي مع دولتكم الجديدة. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم لأول مرة يعني، وأنا سعيدة بهذا اللقاء، مدير تحرير جريدة الوطن الأستاذ محمود الكردوسي. منور. أنا ربنا يخليك. طيب أنا عايزة أبدأ قبل ما أدخل للحالة المصرية، عايزة أخد حضرتك لمجموعة مقالات ساهمت كتير في أن وعيي يقدر يفك حاجات من الشفرات اللي أنا بسميها شفرة دي. كان في مجموعة من المقالات حضرتك تكلمت فيها عن الأمريكي، الحقيقة أنا مش متذكرة هو كان الأمريكي القبيح أو الأمريكي القذر، كان عن الصورة القبيحة للتكوين الأمريكي، فكرة أمريكا نفسها. جميل. أنا عايزة كيف تأسست وكيف تطورت وإيه علاقتها بالثوابت اللي احنا مش واخدين بالنا منها. لو تقدر في ثلاث دقايق بس تخلي المشاهد يعني يعرف بعض هذه المعلومات بما انها معلومة، علشان بعد كده نعرف نبني احنا ازاي بنفك او بنحلل، ازاي بنعرف. هي يعني باختصار هي في عناوين، يعني مش هنقدر نخش في تفاصيل كتير جدا، لكن في جزء من فهم العلاقة بين امريكا واسرائيل ومن ثم المنطقة اللي احنا فيها العربية قايم على مكون أساسي ورئيسي في بنية الثقافة الأمريكية وبنية العقل الأمريكي من أول ما أمريكا تأسست. تمام. الـ 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 المكون ده هو مكون أيديولوجي. ده فكري. مكون لا أيديولوجي، بمعنى أنه هناك مراجع وكتب بتتحدث عن الصهيونية غير اليهودية اللي هي ممثلة تقريبا بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وإن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل ليست علاقة حفاظ على مناطق نفوذ أو شرطي القوة العظمى زي ما بيضحك علينا، زي ما بيتقال الكلام ده. هو ممكن يكون ده جزء من المسألة، لكن هو الحقيقة جذر هذه المسألة جذر ديني في الأساس. بمعنى أن تكوين الولايات المتحدة تكوين ديني في الأساس. كان هناك حاجة اسمها أرض الميعاد، يعني هم المستعمرون القدام جدا في الولايات المتحدة بيعتبروا ان امريكا اللي هي الارض الجديده ارض ميعاد، وهناك في الـ في الـ في الـ في المكون الايديولوجي للامريكيين فكره جبل صهيون موجوده، كل الافكار، فكره ارض الميعاد، فكره الشعب المختار. العلاقه بين امريكا واسرائيل علاقه عقائديه متينه، يعني بينها وبين ما نراه وما نتحدث فيه كتير. تمام. كتير في تفاصيل كتير جدا في المسألة دي، وفي مراجع كتير اتكلمت عن ده. زي لو نذكر حاجة يعني، زي في كتاب مهم يعتبر المرجع الرئيسي طلع في سلسلة عالم المعرفة الكويتية اسمه الصهيونية غير اليهودية لمؤلفته اسمها ريجينا الشريف، ده من أهم الكتب اللي اتعاملت مع المسألة دي. تمام. طبعا في يعني اعتقد في الدكتور عبد الوهاب المسيري تحدث عن ده في المراجع، في كان الله يرحمه رضا هلال ترجم كتاب عن الـ عن الـ الـ طيب. يعني فكرة الإبادات الجماعية عند الأمريكان. تمام. أنا هتوقف مع حضرتك بس وهنرجع نكمل، بس لازم نطلع فاصل سريع ونعود. ماشي.